دي كاميرا اكشن مونستر ديجيتال زي ما احنا شايفين. ادي المواصفات بتاعتها. نفتح دي شكل الكرتونة بتاعتها. نفتح مع بعض الكاميرا. الكرتون كنت فاتحها من شوية. دي الاكسسوارات اللي بتيجي مع الكاميرا. كارت ميموري 32، ادابتور وريدر وبطارية ويوز سي بي كابل والحوامل. ادي الكاميرا جوه العلبة بتاعتها بتاعت التصوير. ده زي نظام قفل يتفتح. نرفع دي، نرفع الاتنين كده، طلع الكاميرا. ادي الكاميرا. ليها اتش دي، مكان اتش دي، والشاحن وكارت الميموري. ادي مكان البطارية. ادي البطارية بتاعتها. ألف وميتين ملي أمبير. نضطر نشحنها ونصور بيها ونضيف الصور في الفيديو ده. نوريكم الصور بتاعتها، يعني هنصور بيها فيديو، هنصور بيها صور عادية ونحطها في الفيديو ده. نشوف الاكسسوارات اللي جاية معاها. ريدر، حوامل، وادي فريم. ده ماسك كابل يو اس بي. ده بيثبت الكاميرا عشان التصوير. هذه ده برضو حامل. وهذه كارت 32 جيجا. هركبها في الكاميرا. دي الكاميرا فيها واي فاي. نشوف الكتالوج بتاعها. ادي الكتالوج، واي فاي والباور.
البرنامج اللي بننزله ده البرنامج اللي بينزل اللي بيربط الكاميرا بالواي فاي. بنعمل سكرين للكود ده، الباركود هيحولنا على طول على بلاي ستور او الاب ستور. ننزل البرنامج ونربط بيه الكاميرا. شكرا.